لعلها لغز صعب الحل، أو أن هنالك ما يصد أصحاب الشأن عن توفير الخدمات لها. سنوات طويلة مرت عليها، وسنوات سوداء قادمة تماثلها بالواقع المرير. لا خدمات صحية، لا مياه صالحة للشرب، ولا كهرباء، ولا تبليط لشوارعها، ولا أي شيء يخدم سكنة الحسينية ويعمل لتوفير الراحة لهم. عذاب من قلب عذاب يرويه عدد من سكنة هذه المنطقة. كل خدمات ما بيها، يعني من مجاري إلى صحة إلى أي شيء، أبسط الخدمات، والمنطقة متروسة عشوائيات. يعني شارع هذا شوفه كان قبيل مبلط قبل 15 سنة، كان شارع هذا مبلط وبي إنارة، واليوم شوفه لا، يعني أبسط الشيء هو التبليط ما موجود، لا مبلط الشارع ولا المجاري موجودة، وكل خدمات ما موجود. مع العلم هي المدينة تابعة للحسينية، يعني نهاية الحسينية. تتالت الوعود التي أطلقها الساسة قبيل الانتخابات الأخيرة التي لم يتحقق من هذه الوعود شيء، فلا تزال شوارعها كما هي في السابق، ومعاناة أهلها مستمرة دون التفاتة حقيقية ليعلق سكنة الحسينية آمالهم بحكومة الكاظمي، ويرفع شكواهم عبر شاشة التغيير على أمل أن تكون نهاية البؤس الذي هم فيه على يدي الكاظمي. نناشد المسؤولين الموجودين هنا اللي وعدونا قبل الانتخابات، وعدونا بأن يقدمون الخدمات، يتحركون صحيح بس فعل ماكو، اكو حركة واكو سيارات تجي من تفوت وتروح، ما بس اي شيء على الواقع ماكو، تغيير بالواقع ماكو، باقي الخدمات كما هي، مجاري حفروا المجاري ما كملت المجاري لحد الان، وبيوتنا يعني آلة للسقوط بسبب المجاري، لان موينا داخل بيوتنا، ونحن نستبشر خير بالكاظمي، نستبشر خير ان شاء الله، بس هل يقدر الحيتان هذه الموجود بالوقت الحاضر؟ والله المعاناة اللي نعانيها احنا، انظر الى هذه المنطقة وشوفها بعينك، شوف متراكم الاوساخ والامور، انقطاع الماي، كهرباء قليلة، الاوضاع مترديه كلش، ولكن نحمد الله ونشكره، نقول نستبشر خيرا بهذا رئيس الوزراء الجاي الجديد، عسى وان يكون احسن وافضل من اللي مروا علينا مده 17 سنه. لا يطلبون ما تعجز عنه الحكومه المحليه، ولا يبتغون الا ما يضمن لهم سكنا يجدون فيه الراحه في العاصمه بغداد، فالكهرباء والماء والخدمات التعليميه والصحيه هي من الأساسيات التي من المفترض أن تتوفر دون الحاجة لطلبها. منطقة الحسينية أحجية عجز عن حلها سياسيون لسنوات عديدة، فلا تبليط للشوارع ولا خدمات صحية ولا حتى مدارس بسيطة. أهلها يستغيثون ويناشدون حكومة الكاظمي عسى أن تخرج بحلول آنية لها. من منطقة الحسينية، محمد فراس، قناة التغيير.